أعزائي المشاهدين، لابد لنا وقد بلغنا هذا المبلغ من وصف بغداد في عصر ازدهارها في القرون الأخيرة من تاريخها أن نشير، وقد أشرنا حقيقة في الحديث السابق إلى أنها كانت تكتظ بالمؤسسات الثقافية والعلمية، يعني شيء حقيقة ملفت للنظر. في الأسواق، في الأحياء، أينما ذهبت كنت تجد مدرسة يعني يقصدها الطلبة من كل مكان، وتجد هناك يعني الأقسام الداخلية التي تكفل للطلبة وللمدرسين أيضا الإقامة المريحة والمخصصات المالية والعينية والخدمات. وقلنا بأن هذه المؤسسات لم تكن من إنشاء الدولة إطلاقا، يعني ولم تكن هناك مؤسسة اسمها وزارة التربية أو وزارة التعليم عالي أو شيء من هذا النوع، وإنما كان أهل الخير من الموسرين خاصة يخصصون عقاراتهم، بعضهم كان يقف دورهم نفسها، يعني يقفها على الطلبة فتتحول الدار إلى مدرسة. وكان العلم في ذلك العصر خير الطرق للتقرب إلى الله تعالى، يعني كان هؤلاء يتقربون إلى الله عن طريق العلم، عن طريق وقف بيوتهم ودورهم وقصورهم وعقاراتهم على أهل العلم. وهذا يفسر كثرة إنشاء المدارس في ذلك العصر مما تحدثنا عنه في الحلقتين السابقتين. ويعني مثلا على سبيل المثال وربما آخر الأمثلة لن نطيل في هذا، هناك مدرسة أنشأها أحد الوزراء وهو الوزير ابن هبيرة، وزير مهم تولى الوزارة في عهد عدد من الخلفاء الأواخر، بنى مدرسة عرفت بمدرسة الوزير ابن هبيرة، وكانت تقع في محلة باب البصرة، يعني يقدر مكانها الآن في منطقة الشالشية، في من كان ما من منطقة الشالشية لا يعرف بالضبط أين تقع. كانت هناك مدرسة تسمى مدرسة باب الشعير نسبة إلى محلة باب الشعير القريبة من نهر دجلة في الجانب الغربي، يعني وباب الشعير حقيقة يمكن أن نقول قريبة من مقهى البيروتي الآن على المطل على نهر دجلة. كانت هناك مدرسة في كل مكان من الجانبين الشرقي والغربي، كانت ثمة مدارس هنا وهناك، ولكن أكثر المدارس كانت في الجانب الشرقي، هناك بضعة مدارس في الجانب الغربي والباقي في الجانب الشرقي. وتحدثنا عن بعض شؤون هذه المدارس. المهم أن هذه المدارس أصبحت ليست فقط للتدريس، وإنما أصبحت أماكن يعني أو أشبه أن تكون مراكز علمية، يعني أكثر المصنفات والمؤلفات التي ألفت في هذا العصر كتبها وألفها مدرسون في هذه المدارس. يعني المدرسة لم تعد مجرد مكان لإلقاء المحاضرات، وإنما أصبحت مركزا علميا يتفرغ فيه المؤلفون من العلماء لكتابة وتأليف كتبهم التي ستنسخ وتنتشر نسخها وتصبح معينا علميا للأجيال التالية. يعني حقيقة يعني كان لبغداد شأن كبير في هذا المضمار. نعم، كانت هناك مدارس كثيرة في مدن العراق الأخرى بل وفي مدن العالم الإسلامي، ولكن حينما نعدها نجد أن بغداد استأثرت بعدد كبير من المدارس. الذي نعرفه فقط هو حدود 37 مدرسة، والذي لا نعرفه الله أعلم به، يعني كانت حافلة بمثل هذه المنشآت. من الأمور التي ينبغي أن نشير إليها أيضاً من شؤون بغداد، مشكلة واجهت
القائمين على أمر بغداد منذ تأسيسها، منذ عهد المنصور، وقد تحدثنا عن هذا في أول حلقات هذه السلسلة من الأحاديث. مشكلة توفير أبرز وأهم الخدمات العامة، توصيل مياه الشرب. مدينة مكتظة إلى هذا الحد، واسعة المساحة إلى هذا الحد، كانت لا شك أن مشكلة مياه الشرب تمثل مشكلة حقيقية. يعني المدن الحديثة الآن تواجه هذه المشكلة الآن، وهناك دوائر مختصة ومهندسون وغير ذلك. كيف واجهت بغداد مشكلة توفير مياه الشرب عبر عصورها المختلفة؟ كنا قد ألمحنا في حديث أسبق عن حل المنصور لهذه المشكلة في مدينته المدورة، وهي يعني لا تبلغ من حيث المساحة، نعم كانت كبيرة ودائرية وواسعة، ولكن لا تبلغ من حيث المساحة مساحة بغداد في القرون التالية. بغداد توسعت وشملت الجانبين. تحدثنا عن إنشاء هذا النفق تحت الأرض، القناة المعقودة تحت الأرض التي تسحب المياه، تأخذ المياه من نهر الفرات عن طريق فرع من فروع الفرات وهو نهر كرخايا، ومنه اكتسب جانب الغربي اسم الكرخ. وذكرنا أن الرصافة يعني العظمية حصرا كانت تأخذ مياه الشرب ليس من دجلة، وهذا أمر غريب فعلا، تأخذ مياه الشرب عن طريق نهر يسمى نهر بين، يأتي من الخالص، يعني يقطع هذه المسافة الواسعة من نواحي ديالى إلى بغداد، هذا الماء هو الذي يشرب منه الناس هناك. وقد أنشئت لغرض توفير مياه الشرب سقايات تأخذ ماءها من هذا النهر ويستقي منها الناس. ولكننا الآن نتحدث عن بغداد يعني التي تمتد من منطقة يعني الصرافية وباب المعظم ووصولا إلى الباب الشرقي وما ورائه، يعني منطقة واسعة ازدادت الكثافة فيها زيادة عظيمة في القرنين الخامس والسادس والسابع. كيف كان الماء يوفر لهذه الجموع من الناس؟ وفي هذه الأماكن مساجد كثيرة وربط ومدارس، كلها تحتاج الماء للتوضؤ وللاغتسال وفضلاً عن الشرب. حقيقة تفنن المهندسون البغداديون بإيجاد حلول يعني معقولة لحل هذه المشكلة. ولذلك يعني نذكر هنا أن الجانب الشرقي يعني كان يأخذ ماءه من فرع آخر من نهر بين، لأوضح الصورة. نهر بين نهر يأتي، نهر عريض يأتي من نواحي الخالص من الشرق، جزء منه يعني فرع منه وهو الفرع العلوي يذهب إلى منطقة الرصافة إلى العظمية الحالية ويتوزع هناك، وأما الفرع الأسفل وهو الذي نتحدث عنه الآن لأهميته بالنسبة إلى بغداد الشرقية، فرع آخر يسمى أو سمي نهر المعلى نسبة إلى أحد القادة اسمه المعلى. هذا النهر كان يخترق سور بغداد من منطقة باب الوسطاني تقريبا، من منطقة الباب الوسطاني، ويدخل إليه من المنطقة التي الآن فيها أظن شيء يسمى مسرح البالون، يعني كان يسمى ما أدري الآن باقي أو لا، وهناك سوق مركزي. من هذه النقطة بالذات كان نهر المعلى ينطلق، وهو يأتي من نهر البين النهر الرئيسي، يمضي من هناك ويدخل إلى بغداد من نحو باب الوسطاني. والمهم أنه حينما يصل إلى بغداد يصل وهو مغطى عن طريق نفق، يعني هناك اللي نسميه الآن مثل أنبوب كبير معقود من كل أطرافه بالطابوق والجص، ويمضي الماء نظيفا في هذه القناة الأرضية أو التي هي تحت الأرض، فتخترق بغداد وتصب في فرعين، يعني هناك أيضا تتفرع إلى فرعين، فرع أعلى
يصب عند عند المدرسة المستنصرية، عند أسفل المدرسة المستنصرية الحالية المعروفة المكان تماما، وفرع يصب في دار الخلافة، يعني يجتاز شارع النهر وهذه المناطق ويصب في دجلة هناك، أو ما يتبقى منه تصب في دجلة، لأن مياه هذين الفرعين كان يستقي منهما أهل بغداد في ذلك العصر، ماء نظيف يعني غير مكشوف، يسير في أنبوب أو في قناة مغلقة تماما إلى بين الدروب وبين المؤسسات، ويستقي منه محلات بغداد ويستقي منه أهلها. هذا كان مشروعا ناجحا ومهما لبغداد. طبعا هذا إضافة إلى ما كان يقوم به السقاؤون من نقل المياه من دجلة إلى هذه الأحياء. أكثر بغداد كانت تستقي من نهر البين وفروعه، يعني من جانب الرصافة أو من جانب يعني نهر الخالص الآخذة من نهر الخالص، ولكن هذا لم يكن يمنع من أن السقائين كانوا أيضا يقومون بدورهم في نقل المياه من مشارع يعني شرايع من نهر دجلة، ويمضون بها إلى البيوت وإلى الأسواق وإلى السقايات. بعض السقايات كانت تأخذ مياهها عن طريق أولئك السقائين، وطبعا توفر المياه مجانا لطالبيها، يعني أولئك السقاؤون كانوا يعني يحملون المياه إلى أحواض، وهذه الأحواض توزع المياه أو توزع منها المياه إلى من كان في حاجة إليها مجانا. كانت هناك خدمات مجانية في بغداد، بل وفي المدن الإسلامية بوجه عام المياه كانت مجانية، ليس هناك شيء يشترى، يعني كان واحد يشتري قربة ماء. طبعا ممكن أن يشتري إذا كان هذا إذا أراد أن يأخذ الماء من خارج السقايات العامة، أما السقايات العامة فكلها موقوفة من أهل الخير، يعني الماء هنا مجانا، أما من يريد أن يعني يزيد في ذلك ممكن أن يشتري ما يشتريه. الخدمة الثانية التعليم كان مجانيا في بغداد، لم يكن الطالب يدفع فلسا واحدا على أي مرحلة من مراحل الدراسة، لا يدفع شيئا للشيخ ولا للمدرسة ولا لأي شيء، هذه المؤسسات كانت هي التي تنفق على طلبتها وعلى المستفيدين من خدماتها. كذلك الخدمة المجانية الثالثة هي الصحة، المستشفيات وكانت تسمى مارستانات أو بمارستانات، أي دور المرضى، وهي المستشفى، وقد عربت في وقت يعني مبكر بدار الشفاء، دور الشفاء، كانت المستشفيات في بغداد أيضا تقدم خدماتها مجانا، مع أن هذه المستشفيات يعني لم تكن خدماتها باليسيرة، كان المرضى يقيمون في المستشفى في أجنحة خاصة، والمستشفى ينفق عليهم كل ما يحتاجونه من طعام وملبس أيضا، وقد يقيم المريض شهرا أو أكثر، إذا ما وجد الأطباء كتبوا أن هذا المريض في حاجة إلى الراحة، يعني المستشفى كان يعني مؤسسة مهمة وتؤدي خدمات مستمرة ومهمة لأعداد كبيرة من المرضى الذين كانوا يقصدونها، أما من بغداد نفسها أو من خارجها. وأشهر تلك المستشفيات المارستان العضدي الذي كان يقع في جانب الكرخ عند مصب نهر الصرات، يعني وهذا من المفارقات الغريبة، في نفس الأرض التي أقيم عليها فيما بعد بعد قرون طويلة مستشفى الكرخ الجمهوري اليوم، في هذا المكان تقريبا يعني عند جسر الصرافية أو مقتربات جسر الصرافية، نهض في القرن الرابع
في عام 334 تقريبا، نهض مستشفى كبير مهم في تاريخ بغداد، هو المستشفى أو المارستان العضدي. هذا المستشفى يعني كانت فيه أجنحة كثيرة، وأيضا مما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المستشفى هو الذي شغل أرض مؤسسة مهمة وذات شهرة واسعة في تاريخ الثقافة الإسلامية، وهو بيت الحكمة، بيت الحكمة العباسي كان يشغل هذا المكان، وبيت الحكمة كان يشغل جزءا من قصر الخلد الذي بناه المنصور في هذا المكان، والذي سكن فيه المنصور والرشيد يعني معظم أوقاتهما. فانظر إلى هذا المكان، كان قصر الخلد، ثم أصبح تشغله بيت الحكمة، ثم شغله فيما بعد المارستان العضدي في القرن الرابع للهجرة. هذا المارستان حقيقة أو هذه المستشفى كانت تقدم خدمات مجانية تماماً لأنواع من المرضى، حتى المرضى الذين كانوا يشكون مشاكل في يعني في نفسياتهم، في يعني ما نسميه الأمراض العقلية، كان هناك جناح خاص بهم، وهؤلاء كانوا يعني يقيمون في هذه المستشفى إذا ما قرر الأطباء ذلك، وكان الأطباء يدورون عليهم كل يوم ويتفحصون حالتهم، ومن يعني يتماثل للشفاء يأمرون بإخراجه أو مغادرته المستشفى، أما الآخرون فكانوا يبقون في هذا المستشفى حتى يتبين للأطباء أن هذا المريض قد تماثل للشفاء. وطيلة هذه الفترة ينفق عليه لطعامه ودوائه، وهناك صيدلية كبيرة ملحقة بهذا المستشفى، كل هذا كان يجري مجاناً ويعد من أعمال الخير، وكان ثمة يعني أوقاف مخصصة للإنفاق على هذا المستشفى وعلى مرضاه. وظل هذا المستشفى موجوداً إلى يعني عهد متأخر في العصر العباسي، وحتى نهاية العصر العباسي يؤدي خدماته بهذا الشكل. وحتى المستشفيات السابقة، كان هناك مستشفى أنشأته السيدة أم المقتدر بالله العباسي، وقبل هذا وذاك كان مستشفى أنشئ في عهد الرشيد. كل هذه المستشفيات كانت تقدم خدماتها مجاناً، والأطباء يتقاضون رواتبهم من الوقف، يعني من المبالغ المرصدة على هذه المؤسسة، وليس من الدولة مباشرة، وليس من المرضى أيضاً، يعني هؤلاء مستقلون تماماً، إدارة طبية مستقلة تقدم ما تستطيع أن تقدمه من وسائل العلاج. حتى أن بعض المستشفيات يعني يمكن أن يعني نعرفها تماماً في فترات لاحقة، كانت تقدم خدمات يعني أكثر رقياً، كأن هذا ليس في بغداد، ولكن لم يكن بعيداً أن تلك المستشفيات أخذت هذه التقاليد من مستشفيات بغداد، وخاصة من المارستان العضدي. يعني كان المرضى الذين يعانون من أنواع من الكآبة أو من الضيق النفسي، كان هناك من يعزف لهم الموسيقى يعني تحسين معنوياتهم والترفيه عنهم، أو من يروي لهم النكات المضحكات كما كانت تسمى، من أجل رفع روحهم المعنوية. يعني المستشفى كان يقدم خدمات متنوعة للغاية، وبعض المستشفيات حينما الطبيب يكتب لفلان من المرضى أن يمكنك أن تذهب إلى بيتك، ولكن لا يستطيع هذا المريض الذي يعني يمر في فترة نقاهة أن يعمل، يعود إلى عمله، لأنه ما زال في مرحلة النقاهة، كان المستشفى يدفع له بعض المال حتى يستغني عن العمل ويهتم بصحته حتى يتماثل للشفاء. انظروا إلى المستوى الحضاري الرفيع الذي كانت عليه هذه المؤسسات،
وكانت عليه بغداد في ذلك العصر. هذا رغم ما كانت تعانيه المدينة بين حين وآخر كما ذكرت من حوادث الغرق والفيضان ومن تعدي المتعدين أو احتمالات التعدي، يعني شعور بأن هناك من كان يستهدف بغداد كما استهدفها المغول أخيراً في عام 1258 ميلادية 656. كانت هناك يعني لم تكن بغداد بمنجى من هذه المحاولات أو هذه الكوارث إن كانت بشرية أو طبيعية، ومع ذلك استطاعت أن تحقق مستوى رفيعا من الحضارة، حتى أن كلمة يتبغدد التي انتشرت في العاميات العربية خاصة في مصر، يقولون الآن فلان يتبغدد يعني يتأنق في ملبسه وفي مأكله، يتبع قواعد الإتيكيت كما يقول الأوروبيون. من أين جاءت؟ يعني يقلد أهل بغداد في رقيهم، في رقي ملبسهم ومأكلهم وفي أسلوبهم في الحياة. أصبحت بغداد منشأ فعل جديد وهو يتبغدد، يعني يتأنق يتحضر أو يقلد المتحضرين إن لم يكن متحضرا. يعني هذا كله يعني بعض ما بلغته بغداد في ذلك العصر، ولنا حديث آخر إن شاء الله.